ايه يا ادم؟ ايه؟ اتخانقت معاه ليه؟ خلاص يا اميره، يعني جوزك طول النهار معاكي في البيت فاكيد زهقت منه. قومي يا حبيبي. لا انت عودت عليه اكتر بقى، فاهمه؟ ادم قومي يا حبيبي. لا ادم قومي يا بابا. وجوزها قاعد مش فارق معاه ان هي تقعد جنبه اصلا، عادي. يلا يا اسلام اقعد. يلا يا احمد. انا هقعد فين بقى؟ انا عايزه حته امسك السفره في النص. اقعدي هنا هنا. استنى اجيب سكينه للمكرونه. انا هجيبها، تعالي. يلا يا اميره. انا عادي بقى هناك. لا شيل دي خريطة، يعني اصعب من خريطة العالم. عايزة مية؟ تشرب مية؟ انا عيالي يا جماعة غلبة. بعد كده يا جماعة لو حد يعزمني يقولي ما تجيبيش العيال معاكي. ليه يا حنين؟ هل انا حاسة ان انت مش عارفة تحطي المكرونة؟ مش عارفة ليه. امسكي بس كده. زمان قطعناها صح؟ اقعد بصي كده ثابتين. لا يا حنان مالي ما بتقطعهاش كويس. كل واحد يجيب طبق. ما بتقطعهاش. قرب يا اسلام مني بعد اذنك. استنى يا بنت. استنى يا بنت. انا بقوله ده جامد قوي. هو الريحه جلاش حلو جامد قوي. دوقي. ايوه الريحه جباره بجد. اميره بتقول لمنير، بيقول لها هاكل انا وانت في طبق واحد. هي بتقول لها كل انا وانت في طبق واحد. قال لها لا، قالت له والله ما انت اكل مكرونه. عشان احنا على طول بناكل من طبق واحد. منير ايه رايك في الجلاش؟ لا شكرا والله بجد جامد قوي. طب وقول لي رايك في المكرونه. حاسس ان هو في حاجه مختلفه، يعني مش زي الجلاش العادي. عشان انا اصلا بعمل كل حاجه مختلفه. لا طبعا بصراحه. قول لي المكرونه كده. اكيد منير كمان وحشه اكلي زي ما اخوتي وحشوا اكلي. عشان انا لما كان بيجي عندنا كنت انا اللي بعمل له. لما كنت مخطوبه يا جماعه. ده في الاول يا امان. انت ما قعدتش مخطوبه كتير وانت موجوده. خلاص بقت ستي بتشتغل. ايه ده؟ لا قعدت. ده قعدت نص، اكتر من نص الفتره. جامده المكرونه. ايه مكرونه بس ما تاكلوش. ده انا بص حاطه فيها حاجات قدامك الصينيه كلها. مش عارف حاطه فيها حاجات. مشروم صح؟ او مشروم وفلفل الوان ومكرونه. اماني عدتني صراحه جامده. ايه يا اميره قولي؟ ده اميره عدتك. اللي مش عاجبه حاجه يقول بجد، ويقول الصراحه. خلاص انت ادي الجلسات الفتره الجايه. ده انت الجلسات. طب دوق الجلاش كده. اسمع منير حنان. منير بيقول لي اميره عدتك انت كده الفتره الجايه لازم تاخدي كورسات كده. كله سبع كده لازم تاخدي دروس تقويه فعلا. اميره قولي الجلاش فعلا مميز. منير قال لي الجلاش حاسس ان في حاجه مختلفه. والله بجد حلو. البايركس حلو. لا انا بحب اكل اماني كله الصراحه. لو حاجه حادقه حاجه كده قولوا عادي. جامده قوي ما شاء الله. تسلم ايديك يا اماني. والله اماني هي اللي كانت بتهتم بيها في الخطوبه. والله اماني هي اللي كانت بتهتم. اه كنت بعمل له كوردن بلو. كنت بعمل له حاجات والله هي جامده لما كان بيجي جاي. كنت بعمل ايه في الشقه وجيت لكم؟ عملت لي حواوشي جامد اقسم بالله. عملت لي حواوشي جامد جامد. بس الزعوه برده مش كده. هي ادم عجبك المكرونه؟ ايه يا اسلام المكرونه ايه؟ جامده. طب دوق الجلاش كده. انا هنقعد بس عايزين نقعد بقى. كله قول لي يا اسلام رايك في الجلاش بصراحه. لو مش حلو قول لي مش حلو. انا اول مره ادوق جلاش بالعمل ده. ماليش فيه خالص. الله الله شايفين شايفين. دوق يا حنان انت. طب اللي عماله امسكي حنان. الصراحه انا دوقت المكرونه. لا لا امسكي الجلاش كده. المكرونه جامده عشان ودي جلاش. لا ما فيش سجق. او ما قاليش رايهم في السجق صح. دوق عقبال ما اخد راي حنان. جامد بجد بامانه. اسلام عداني. اه طب دوق ال دوق المكرونه بشاميل. دوقها من ليلي. دوقها من ليلي قبل ما نجيب اطباقنا. وانت هي ايه المكرونه اللي كانت من بايركس اهو؟ ودي الراجل السجق. الله حنان عندك رش في الطرحه على فكره. الله يا امانه. بس ماشي. الله السجق ده رش سجق. دي الاسلام. خد اديله سجق. اديله سجق ما كلش يعني. ادي الادم. حلو قوي مختلفه. الفلفل والمشروم ده طعم في حته تانية. الف هنا يا جماعه والله العظيم بجد. والله البشاميل انا امير انا عايزه منير يدوق سجق. وده ودي اسلام كده. طبق بس انا اجيب لهم طبق ايه ده. في في على فكره رز تاني جوه. انا جلاش. ادي يا اميره اسلام سجق على الرز. جلاش تحفه يا مان. الف هنا يا حبيبي. الف هنا. السجق حلو بجد. طب ثواني كده. مميز ولا الاحلى الخلطه بتاعته. لا الصوص اللي هو تحت ده. كلمي يا مان يا اسلام. بص السجق عامل ازاي. بص حواليك صوريني يا بس. طب ده كده السجق ده جامد احسن من الباع بره. انت لسه ما خلتوش. انت اصلا ده هتو. بص اميره قاعده تقريبا النهارده ترخم على منير واسلام. ايه يا احمد رايك في الاكل يا روحي؟ ايوه اسلامي بجد.
يا حبيبي انا النهارده مبسوطه ان انت هتاكل. فضايح بقى. بص هو رد قال ايه على طول. لسه انا فرحت على طول. وانا كنت لسه بقول لك انا فرحانه ان انت هتاكل. الله. بس يا جماعه نروح ناكل بقى. ما شاء الله يا اماني الاكل عجبك؟ ايه رايك فيه دي؟ جامد بجد. ايه اللي ما عجبكيش طيب؟ قاموا معدنا. ايه اللي ما عجبكيش؟ مفيش حاجه ما عجبتنيش بس ما دقتش الجلاش فمعرفش حلو ولا لا. جامد مش مياليش نفسي ادوق. جامد. انا اللي عاملاه تسلم ايدي. مكرونه بشاميل تحفه والسجق تحفه صراحه. مكرونه بشاميل عجبتني. بصوا ما شاء الله الاكل اتنسف ما شاء الله ما شاء الله بجد والله. والله ما اكلوا ما اكلوش الاكل من باقي كتير كده ما اكلناش. الفراخ تحفه والبانيه تحفه والمكرونه بجد بقالي كتير ما اكلتش المكرونه بتاعتي كمان بجد. تصدقوا انا عرفت ان انا واماني يعني انا كنت بحب المكرونه بتاعتي بس اماني الفلفل والمشروم وكده مديها تاتش مختلف ما شاء الله. بزود حبشتكنات والملوخيه جامده يا جماعه. انا مش قادره اتنفس مش قادره اتكلم اصلا. خلاص كلي كلي. انت قعدتي وبعدينا وراح راح تجيب لنا عيش وجايه تجيب لنا مش عارفه ايه بصراحه بدات بعديهم بس انا جعانه اصلا ما اكلتش من الصبح. كلي بالف هنا وشفاء يا ميه. يلا كملي اكل. لما اكل وصنع وقلت مره اميره اميره منير بي احمد يقول لي تعالى نخش نقعد جوه وسيبك منهم. راح اميره تقول له خدوا هنا رايحين فين لموا الاكل. مش قادره اما اكل. احنا جايين تعبانين. احنا سفر. ايوه عقبال ما نيجي احنا فرهدنا بقى يومين ثلاثة بقى نستعد صحتنا وبعد ما نروح بقى بيتنا ننام يومين ثلاثة بره. اه ابني بيقول لك هو صاحب البيت. ماشي. بغض النظر ان اماني تعبانه بس هي مش قادره تقعد غير لما تلم المطبخ. ما بعرفش بجد بتضايق وبحس ان ايه ده مع ان وشها شايفين شكلها تعبان ازاي. بس هي مش راضيه وانا بقول لها انا اعمل. تقولي لا والله ما تعمليش حاجه ومش عارفه ايه. يلا هنقول ايه بجد ما بعرفش خالص. بحس انا شويه وبعد كده نقوم نشطب المطبخ. لا انا ما بعرفش مش عارف اقعد. مع ان في ناس عندي المفروض لا اروح اقعد وعيب وكده بس لا ما بعرفش. اللي بتعود على حاجه. لا انا يا جماعه لا عايز اسيبه اسيب كله. انا عايز اسيب كله فوق بعض واقعد. اهم حاجه دخل قال لي امني تعالي خلصي بيه. كانت الرخامه دي مليانه حاجات. اوكي قال لي تعالي سيبيه وتعالي اقعدي شويه. فرحت قلت له لا مش عارف اقعد كده. قال لي خلاص حطي لنا حاجه ساقعه ومشي ساقعه. يلا هات حاجه ساعه عشان هنا بقى. قلت اعمل لهم حاجه مختلفه كده وسريعه وتكون بسيطه برضو. كنت خليت احمد الصبح جاب لي 7 وقلت له عشان عايز اعمل بيه حاجه معينه كده في دماغي. مع اني انا ما كانش عندي السيروم بتاع النعناع ولا كان عندي لون اخضر بس انا كان عندي الوان في التلاجة. فقلت هاخد اي لون منهم. انا كنت متاكده ان انا عندي احمر وما كنتش اعرف ايه اللون التاني. مع حظي الحلو ان طلع اللون ازرق. بصوا يا جماعه هنا اماني بتعمل لنا حاجه جامده. بحاول اعمل حاجه جديده بس يا رب تطلع معايا حلوه. هنحط هنا كده ايه. انا قطعت كل ليمون 4 فهحط هنا حطيت 2 من 3. هحط في كل واحد 3 الاول واشوف ايه. ما إيه لازم تعصريه. ما الليمون كده مش هينزل طعم. يا ماما هعمل واحده صغيره واحده كبيره عشان ايوه اللي عايز كده ياخد اللي عايز كده ياخد. نعم في خناقه جوه. روح باجي عمت تعمليها في ايه بس عشان فيك ورمه في خناقات ايه. جوزك عامل حوار جامد في اسلام. مالك اسمع حنان بيجي. بص قول يا اسلام. لا قول يعني الحاجه اللي تقولها من ورايا قولها في وشي. الفيديو الاسئله الحنان كل حاجه الحنان. قول يا اسلام. قال ايه حوار كان عامل حوار وانت مش هنا ماشي. واول ما قلت لك يا حنان راح بقى وانا قلت حاجه وانا عملت حاجه. دلوقتي انا بقول ايه ماشي بيرنوا عليه ماشي وبيستظرفوا. شوف فاكر لما انا ماشي ناس في الشغل عادي يا امير قعدت بتستظرفوا في الشغل وفضلت اقول له طب متجوز ولا لا وكده. بيقول لي ما ان في كمان ناس وكده من الشغل برضه بيعملوا كده. هي اميره كلمته وعكسته. هو ما كانش عارف رقمها وكانت بيكلموا هي ومنير وقعدوا يكلموه رزوق وهو قال لهم انا مش مرتبط وحاجات كده. هو متجوز يقول لي مش متجوز ويقفل في وشي ولا يرجع يرن عليا تاني. طب خلاص تقفل في وشي من الاول ولا فرهضه ويقول لها انا مش فاضي ويرجع يتصل تاني. بص ماشي يا اسلام انا عديت لك بمزاجي بس براحتك. بس زمام بصراحه راجل محترم ومقدرك وعامل حساب. قال لها انا مش مرتبط ولا عمري ارتبطت. ايوه بس روح قال لي قمه التقدير. بس روح حكى لك وقال لك يا حنان ما عشان عارف ان انت هتحكي لي. وانا بقول لهم لو انا ما كنتش محتاجه اليوم دوت اسلام ما كنتش قلت له اصلا ان انا بقى. كنت فضلت كملت بقى كل ما عايز استنى اروح لامين واجيب لكم كم الموضوع ده. اماني مواضيع كبيره جوه. قول انا حطيت هنا خلاص الليمون دوست عليه بالمعلقه كده عشان الليمون ينزل عصاره وقلبته اهو كده مع النعناع.
حطيت في كل واحده كام نعناعيه بص بقى المفروض ان احنا يبقى عندنا سيرم نعناع بس انا ما عنديش فهنحط لون يعني يدي لون كده وخلاص وخلاص وتعتمد على الطعم من الايه من الليمون نفسه اللي في قلب الكوبايات ده وهي عصرته ما شاء الله نزل عصير ليمون كتير اهو مع ان انا قلت لها ان هي ممكن تضربه في الخلاط بس هي قالت لا هي عايزه تعمله كده اماني ده مش اخضر ده ازرق مش مهم بقى اي لون على فكره هيبقى شكله احلى بس خلاص بس 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 بس, بس, بس. اسمعي انا نسيت ده المركز وانا اصلا انا مش عارفه كنت بصور ايه الصراحه دلوقتي بس انا لا ما بقولش على المركز انا قلت كنت سبت اتنين من غير لون يعني اعملي كده وكده استنى نجرب كده بسم الله الرحمن الرحيم عادي بس احنا لا نفشل لا ننجح لو نجحنا ولو فشل عادي احنا نشرب انا واماني وهما نعمل لهم حاجه تاني ما شاء الله لونه تحفه جميل جدع يا بنتي يا ماني جدع يا بنتي اختي جامده يا جماعه لو كانت فشل كنت قلت لكم ما اعرفهاش انا معاها بس عشان نجح عارفه لو كنت حطيت الثانيه بقى كده وكان يبقى شفاف اصفر فاخضر برده كان هيبقى جميل شكله قمر ما انا ممكن اعمل تاني بص اللون الحته طلعت فوق ازاي حلو بقى يعني اصفر فاخضر كده حلو هيبقى اللي عاجبه حاجه ياخدها هيبس. ان شاء الله ايه ده هي دي ما عملتش لون ليه عشان انت ما حطيتيش انت حطيتي نقطه واحده نزلت لها واحده فيها نقطه بس هي حلوه كده لا لا هي حلوه يا مين يبقى الوان مختلفه حطي بقى الاحمر بقى تبقى عامله ميكس جامد تعنكي والله يا اماني النهارده يا اماني مش عارفين نقول لك ايه الصراحه لا والله انا فرحانه قوي ان هم جم عندي عشان هم ما بيجوش عندي خالص يلا يا رب يعجبهم يا رب يبقى طعمه حلو استنى نزود الكوبايه عشان ما يقولوش عليا بخيله بس خلاص يا اماني عشان ما يقولوش عليا بخيل يا ستي ما يقولوا استنى نحط بقى نعمل بالشربات انا معرفش ده اختراع هينجح ولا يفشل بس استنى هو برده المفروض الشربات يبقى مركز ده بيتهيألي ان هو خفيف شويه بس عشان ده مسكر ها بس حلو قوي كده بس هو بقى هيختلط باللون انا لما كنت بنشربه في اي مكان كان بيبقى مركز ما كانش بيختلط كده فاهمين مش عارفه بقى ده خفيف ولا هم ليهم طريقه هم بيحطوه مش عارفه الصراحه اه هي في طريقه بس انا نسيت بس انا بتهيالي يا ماني ان هو ده مش المركز فاهم احنا ما بنجيبش المركز قوي مش عارفه ده حقيقي ولا لا بص بقى قمر يا ماني بالفراوله هيبقى عليه ليمون مش حلو انت عايزه جرنيش اه انا فاكراك هتحط اللي ابو فراوله لا كده ايوه الصراحه شكله جامد استنوا بقى لما نشوف ايه الحلاوه دي ايه الجمال ده لما نشوف الدفع يا رب يبقى طعمه حلو زي شكله هو طعمه يطلع حلو انا عارفه متاكده الله والله فرحت قوي اختي امني ما شاء الله عليها جدع بس دفعها طب يلا تعالي ندخليهم وش فيهم يلا بصي انا هاخد واحد احمر واحد ازرق احمد بيقول ايه الالوان دي انا مش عارفه هتبقى حلوه انا هاخد واحد احمر واحد ازرق عشان خدي ليك والمنير ودقي اقعدي انا هاخد ازرق واحد شجعيها يا امني انا هاخد ازرق ودي القدم الحمراء لا عشان تدوقي الاثنين انت عامله لنا دوق يا حبيبي اذا دوق بص دوق دوق يا رب يطلع حلو ايه ونير مات مزز ولا ايه لا حلو مزز لا الشربات هيعجبك اكتر مليان منير هذا دوق ده مليان منير حلو ده حلو ده حلو حلو ده 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 حلو ايه يا سلام؟ انا احلى ده احلى ده عجبني اكتر خلاص انا بقلمه اكتر خد 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 هو بقى عامل احنا باخد غيره عجبك ده اكتر يعني ده تمام ده ايوه ده حلو ده دوم من ادم كده الاحمر حلو الاحمر ايوه حلو احلى بكتير ده هو عامل لك انا واحده عامل ده بالشرب ده بالشربات برضه في حته حلوه انا واحد
هعمل لك من ده كل واحد ليه انت هتشرب انت كمان؟ واحد عجبك اكتر اللي انا بعمله بالايه بالليمون نعناع جامد قوي قوي قوي. انا واحد عجبك اكتر ما هو ده بالليمون نعناع. انت يا منير انا واكتر مالك يا هبله اوريك دلوقتي اوريك بعد كده مسكر مش مزك شربات يعني منير بس اللي عجبه الاحمر كل الباقي كله عجبه الاخضر. طب انا مش هشرب ولا لا ما فيش ده في ايه ما دوتيش واحد عادي جماعة انا قلت كم جملة في الفيديو ده بجد انا مش عارفة انا قلتهم ازاي. بقول لمنير بدل ما اقول له انا حطيت فيه ليمون كتير بقول له حطيت فيه منير كتير. عيش بفيديو لو بقروك حالي بسكاني 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 والله بقروك حالي حلو قوي حلو قوي بجد مسكني بس لا احلى وشك بيجدع لا والله العظيم جميل وشك بيجدع انا بحبه انا بعمله في البيت بس انا بعمله الشربات صراحه ما بعملوش نعناع عجبني جدا بس انا مش بعمله باللون ده مش عايزه يا عم انا عندي لون اخضر ايوه ما المفروض اخضر بس انا ما لقيتش هي ما لقيت هو ده لون ايوه المفروض في سيروم نعناع او لون اخضر بس انا ما لقيتش الاثنين النهارده فكان عندي اللون الازرق ده فحطيته عشان كده صبايك لون ازرق ستي بتدي الشطره تعمل اي حاجه ايوه لا انا اللي هو والله رحت سالت احمد وداني عند كذا حد سالت ما لقيتش فقلت لا والله لا اعمله يعني اعمل الفيتراك اللي بتاع الشربات هو نفسه في منه ما هي ما لقيتش بقى موجوده ما لقيتش يعني بس كده يا جماعه الف هنا يا جماعه استني يا ماني والله الف هنا احمد لا صرت احمد لا ما خدتش احمد انا صرت مش محطوط اصلا ايه يا اميره في ايه في وريني اللي في ايدك كده وريني اللي في ايدك داخله تقول لي حلوين في اي حد كده وريني في ايدك داخله المطبخ تقول لي ايه لهم حلو هديه معقوله دول شكلهم حلو فبقول لها خدي منهم كام واحده قالت لي انا هاخدهم كلهم انا هفرح منير الضيف الخفيف حلو برضه منير بص خد ايه من عند امال ادتني دول مع الثلاجه تقليب لا امانة لا خدي كام واحدة راحت سرقهم كلهم ايه قالت لي خديهم لا قالت لي خدي كام واحدة انت سرقتيهم انا عارف انا عارف انت حرامية الشنطة انا عارف انت حرامية حطهم في الشنطة راح اجيب حاجة ثانية ايه ده عندها هنا فين زكي املي عاملة ايه في احمد اهو خدي ايس كريم في ايس كريم ايس كريم بس سيبكم انتوا بقى ماشي عشان حاطط دمكم يعني لا يا دمكم لا سمح الله لا سمح الله ايه ده مين اللي طلع الحاجات دي احمد وبنتي كانت واكله وكانت الحقي اللي جايه بتسرق ايه يا حبيبتي سعفت عليها فيها ماض بتعود هديتهم لي الحقي يا احمد عشان اميره تاخدهم بجد هم تقريبا كانوا يا جماعه بيجاملوني وسابوا الحاجه ما شربوهاش لا والله هي حلوه والله بس انت طلعتي احنا تعالى نشوفك هتروحي تعملي ايه نقف معاكي دي شنطتي انت هتلبسيني مصيبه ايه اللي خليتهم حنان انا طلعت هي هترن على انت عايزه كلموش انا اه كده انا قلتلها كده عشان اعرف ان هي تقعد انا مش عارفه بعد مولد بصراحه هعمل ايه يعني هاكل براحتي ازاي بقى حبيبي انا جوزي ما بيشربوش غيري والله عشان كذا قلتها والله انا عارفه ان هو ده كده وانا على فكره بحب الرموش وانا برضو انا كان في اللي تفتحيش بس هتيجي ايه ده شكرا لسه دلوقتي من دي انا لسه قفلت الفيديو قلتي مش عايزه هاتي واحده بس مش قادر اقوم احط في اطباق بقى في ايه في ايه عايزين نشرب حاجه ولا يا عم تقعد يا عم ما تزهقناش انت ومراتك بقى انت بتجيب لنا منه وانت مخطوب صح وانت مخطوب وانت خاطب مش شايفين حاجه كده على الباب كلكم النهارده هم كلهم كده يعني اميره اميره ساعات ممكن يجي عليها بالظبط بتقعد ممكن تقعد لها ساعه بتقول كلام غلط انا بتلخبط ساعه عادي بتقول كلام غلط وهي مقتنعه يعني فكره بتتكلم بجد وفاكر ان انا فاهمها والله بتتكلم بعشم فاكر ان انا فاهمها وانا مش فاهمها مش عايز خليه شويه كده بتجيب طبعا مش كده بتتكلم فعلا وفاتحه في الكلام وكل الكلام غلط ايوه ومقتنع ان انا فاهمها ما تتريقش على اخواتي احسن لكم انا هاخدهم الكبيره منكم اهزكم انت ما بتبقاش فاهمين انا عرفت كانسليشن جوجل بعد كده انت اللي مش فاهم جوجل مش فاهم انا بفتكر الجمله اللي قلتها لمنير حتى لو منير كتير في الجمله يا جماعه امالي في مره احنا مخطوبين انا ومنير راحت قالت لطنط مامه منير مبروك عقبال منيره واميره ايوه انا فكرت منيره واميره منيره وامير منيره وامير امير امير ومنيره امير ومنيره زي ما بتيجي بقى ايوه ايه ده طب تصدقوا ان اسمكم فعلا يمشي كده ويمشي كده اقعدي اعملي لي ثواني يا بنتي تعبتيني
فكرني. يا بنتي لا كله بيقول لي كده، حتى ماما الحبيبه جت في مره بتقول لي يا منير ايه امير عامل ايه، والله ما مصدقين هو اسمه امير ولا منيره. ما انتوا اسابيكم ينفع تتبدل، هتعمل لكم ايه بقى؟ شفتوا الاشرار دول مش كانوا بايتين عندي وهم ماشيين خدوني معاهم تمام؟ دلوقتي بقى خدوني معاهم، بعد ما خدوني معاهم دلوقتي الساعه كام؟ كام يا اميره الساعه؟ الساعه 11 الا ثلث، واحنا لسه في الشارع واحنا اصلا ما نمناش، كلنا صاحيين بدري، احنا نايمين اصلا. انا قبل ما رحت للدكتور هما طلعوا غيروا ونزلوا ودينا قعدنا ومش قادرين اصلا حتى نقوم نجيب اكل. وبصوا اسلام ومنير واحمد جايين هناك اهو، اسلام ومنير احنا طلبنا، احنا السته فينا حاجه غريبه، احنا ماشيين مصطبين اصلا مش قادرين، كلنا تعبانين عايزين ننام مش عارفه ننزل. والله العظيم انا حطيت تنبيه لما طلعنا عشان ناخد دش وننزل، يلا هننزل، وانا مش قادره، وانا مش قادره، كلنا مش قادرين نمشي وصممنا ان احنا نخرج. الحمد لله ربنا يديم اللمه الحلوه يا جماعه. يا رب بس كده. فاحنا هنقضي بقى وقت، اشترينا شويه حاجات ابقى اوريكم، اشترينا برضو حاجات كتير هنا، وانا اشتريت حاجات غياب، حنان اشترت حاجات برضو هنا، ابقى اوريكم بقى احنا جبنا ايه بس لما اروح بقى، عشان صراحه الدنيا دوشه جدا هنا. وجايبه كمان عليا هوريكم دلوقتي انا هاكل. شايفين شفتوا عمل ايه؟ شفتوا؟ اروح انا اجيب اكل بتاعي عشان اخدهم تاني، وانا لسه ما جبتش، وبعد كده ارجع لكم تاني. انت هاي يا شباب، هاي هاي هاي، جبتوا الاكل كله فرحان والفرحه. هات يا منير انا عايزه البطاطس دي برضو. انا جايبين بطاطس فيها تلاقيش يعني. ماشي هاتي يا اميره، هاتي هاكل معاها، هتحرج عشان اخلي. اوه ماشي تحفه والله العظيم تحفه. وهنا اكل احمد، حنان واسلام جابوا دي البطاطس بتاعت اسلام والسندوتش بتاعه في ايده، ودي البطاطس الثانيه نطلع وفيك تيست جامد، وحنان برده جابت زيه، ومين جاب زيهم؟ كلهم جابوا زي بعض ما عدا انا، عشان الدكتور النهارده قال لي لازم تاكل اكل مفيد فجبت فراخ. يا والله بصي والله والله ايوه فراخ اهي، فراخ فرايد. ناكل لحمه؟ لا بس ده مش صحي زي ده، دي مش صحيه برضه. لا ليه؟ عارفه انا